وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا. ده ايه الليله الحلوه دي اللي اخواتي كلهم فيها مجموعين؟ اتفضلوا، اهلا وسهلا، اتفضلوا، اهلا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. I love you فلمنك. عارفه يعني ايه فلمنك؟ لا. يعني احبك قوي. مين الست دي؟ دلوقتي عرفك بيها. قوم يا بابا. مع السلامة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا قلبي بينشرح لما الاقي اخواني كلهم مجموعين حواليا. اهلا وسهلا. اخويا وحبيبي عباس. محروس من العين يا سي عباس. الاخت الحنينة نرجس. اللي ما يخلصهاش ابدا تشوف اخ من اخواتها نفسه في حاجه وما تعملهالوش. وانا ليا اللي رضاكم يا صحافه. اتفضلوا اتفضلوا هنا. اتفضل. امال فين ال طلبكم موجود. اتفضل يا صحافه. محاسن صب الكاسات وحي اخواتي. يا اسمى قوم اخواتي جم. قوم يا حبيبتي. يا دول سلمي. اهلا وسهلا. يا ميت لطافه يا ميت لطافه. انا عمري ما شفت الوش السمح هنا ده قبل كده. اصلها ما بتخرجش كتير. هي كانت مع جماعه اللي خرجوا دلوقتي؟ لا يا اخويا، اصلهم معرفه جوزها. يا ست متجوزه؟ اه ايوه. لكن ازاي كده؟ امال انت فاكر ايه؟ اشرب اشرب، الدنيا فيها كتير. الدنيا ثانية وصحتك بالدنيا في صحتك. لا الله، اللي زعل اخويا ايه؟ لا ده ما يزعلش ابدا. اخوك ده بحر كبير وسيد من ايجار الجو ويعجب الاخوات. في صحتك يا اخويا. ليلتنا فل. للصبح يا حلو، للصبح. ومنام يا معلمة، ولما يجي افتح لنا. مش قادرة يا كيداهم، مش جاي لي نوم. طب خلينا بقى نونس وطاوط الليل. هو لو كان بيفضفض ما كنتش اخاف عليه. ده اتغير خالص يا معلمه. ده انا كنت بقول عليه ايه من الايات، اتعكست الايه معرفش ليه. مش قادره افهم سر القلبه اللي اتقلبها دي. ده لما رجع كان قلبه مفتوح وحسيت انه بيحبني اكتر من الاول. ما اقدرش اقول انه اتشغل بغيري. ما لحقش. السر ايه يا كيداهم؟ مش عارفه. هقول لك ايه بس يا معلمه، العلم عنده هو. السلام. السلام يا ست نرجس يا اللي مفيش منك في الرقص ابدا. انت عارف ان انا بطلته من زمان، انا ما برقصش الا للعزيز الغالي. سبع عبس. ست نرجس دي فل قوي. الله يفليك. اشرب عيب. اشرب. صحتكم. صحة جوزك الغايب. اياك كده يغيب له جمعتين تلاتة. حسرتين عليا يا قبلتي. ده بسلامته راجع بكرة. ويرجع ليه المغفل ده؟ مغفل؟ ده أكبر مغفل اسم الله على مقامك. بتقولي على جوزك مغفل؟ أما صحيح ما عندكيش أصل. الله يسامحك. مقبولة منك برضه يعني. اخرسي. الله، ايه اللي حصل يا معلم؟ انا عارفه يا قبلتي. جري يا عباس، احنا لا نعرف جوزها ولا حضرنا كتابها ولا خطبناها له. ثم هي اضرب جوزها يا اخي. عندك حق، انا غلطان. حقك عليا يا سيد. هو حصل حاجه، المصارين في البطن بتتخانق. خد لك كاس. خد. كتر خيرك. النهار قرب يطلع. يلا بينا يا معلم حافظ. الجو هادي، ما تفتحوا لكم شوية. معلش فرصة تانية. وحياة الأخوة صعبان عليا إنكم تخرجوا كده من غير ما ترتاحوا. معلش يا استناجس، الجايات أكتر من رايحات. كده؟ اتفضل يا عبس. صباح على خير. وأنت من أهله. بسلم على جوزي. عجبتك؟ يا سلام، مفيش كده. الحمد لله على السلامة يا معلم.
والساعة أنا مش فايق لك. ولا فايق لروحك. مبروك عليك الخصلة الجديدة اللي اتعلمتها. خليني ساكت أحسن. لا يا شيخ ما تتكلم، لو ليا زلة تحت إيدك قول. مش هتكلم. وأنا مش هسكت. بقى شوف أما أقول لك، يا البيت ده يعمر يا يتربق فوق دماغك. وسع من وش احسن لك. اتكلم لو في دماغك حاجه قولها، لو شايف لك شوفه ما تتمسحش فيا. شوفه كنت مطرح ما كنت. خلاص عيش لوحدك، مفيش واحده عندها كرامه تقبل كده. انا حر اعمل اللي يعجبني، ومن هنا ورايح مش عايزك تساليني. يا سلام، انت هنا الصباح رباح، ويبقى كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. مزعلك مني؟ احنا ملناش غير بعض يا عبس. افتح لي قلبك وانت تستريح. ما ترد يا اخي، ده انا لو كلبه ولا خدامه عندك كنت عبرتني وربيتك. اقول لي ايه بس؟ مش طايق حد يكلمني. ابعدي عني.